السلام عليكم، عدنا لكم وهذه المرة عن أفضل شركات الإنتاج والتي تنتج المسلسلات والأفلام التركية، حيث سنعطي لمحة خفيفة عن الشركة وأبرز أعمالها، وأيضا الموقع الإلكتروني لكل شركة لمن يريد التواصل معها. بهذا فلنبدأ. في المركز الخامس عشر شركة إياس فيلم. تأسست هذه الشركة سنة 2014 من طرف يوسف إسينكال وسردار أوكريتشي، واختصاص الشركة إلى الآن هو المسلسلات التلفزيونية فقط، وموقعها www.iasfilm.com.tr، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل عاصمة عبد الحميد، مسلسل المجهولون، مسلسل فيلينتا، مسلسل عائلة الشجاعة، مسلسل حلقة. في المركز الرابع عشر شركة O3 ميديا. تأسس هذا الفرع التابع لشركة O3 للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي المنضوية تحت مظلة مجموعة MBC، حيث فتحت فرعها الخاص بالأعمال التركية في الرابع عشر مارس سنة 2014، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل أنت وطني، مسلسل عروس إسطنبول، مسلسل يوم كتابة قدري، مسلسل ملكة الليل، مسلسل محمد الفاتح، مسلسل ابنة السفير. في المركز الثالث عشر شركة بانا فيلم. تأسست الشركة سنة 2004 من طرف الإخوة راجي شاشماز ونجاتي شاشماز والزبير شاشماز، وموقعها الرئيسي متواجد في اسطنبول، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل وادي ذئاب، مسلسل الفراق، مسلسل الصندوق الأسود، مسلسل المناوبة، وأفلام وادي ذئاب الخمسة. في المركز الثاني عشر شركة جولديا بيم. تأسست الشركة سنة 1994 من طرف فاروق تورغوت، مقرها في اسطنبول، وتختص في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل شوارع اسطنبول، مسلسل الغرفة 309، مسلسل اللؤلؤة السوداء، مسلسل الطائر المبكر، مسلسل الضربة، مسلسل أولاد الإخوة. في المركز الحادي عشر شركة موست برودكشن. تأسست الشركة سنة 1982 من طرف مصطفى أغوز، مقرها باسطنبول تحت العنوان التالي، وتختص في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي وأيضا صناعة الموسيقى، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل الربيع الآخر، مسلسل سيلا، مسلسل الرحمة، مسلسل أغنية الحياة. في المركز العاشر شركة تيامسي. تأسست الشركة سنة 1993 باسطنبول، واختصاص الشركة في الموسيقى والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، وموقعها على النت هو www.tmc.com.tr، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل عليا، مسلسل ويبقى الحب، مسلسل عشق وجزاء، مسلسل تتار رمضان، مسلسل مسألة بودروم، مسلسل مريم، مسلسل القاع، مسلسل الثنائي العظيم، فيلم عالم الخاص. في المركز التاسع شركة سينغراف. تأسست الشركة سنة 1984 من طرف المخرج والكاتب والمنتج عثمان سيناف، وتختص في الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل وادي ذئاب الموسم الأول، مسلسل دموع الورد، مسلسل سكاريا الفرات، مسلسل التفاح الحرام، مسلسل العشق عنادا، مسلسل اشرح أيها البحر الأسود، فيلم قصة طويلة. في المركز الثامن شركة أنتيسي ميديا. تأسست الشركة سنة 2008 من طرف محمد غيتالب، وتختص بالأعمال السينمائية والتلفزيونية، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل الأدنالي، مسلسل دموع الربيع، مسلسل الثمن، مسلسل عروسات هاربات، مسلسل الأزهار الحزينة، مسلسل ماوي والحب، مسلسل حصة الأخ، سلسلة أفلام الدجال. في المركز السابع شركة ليمون بريدكشن. تأسست سنة 2003 من طرف خيري أصلان، وتختص في البرامج الترفيهية والأعمال التلفزيونية والسينمائية، وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل بويراز كريال، مسلسل المحارب، مسلسل الفناء، مسلسل شوكة يارمدار، مسلسل الخبز الأسود، مسلسل أعمال وأشغال، مسلسل أكاذيب كبيرة.
في المركز السادس شركة سوريج فيلم. تأسست الشركة سنة 2001 من طرف علي غوندوغدو، ويقع مقرها في اسطنبول تحت العنوان الآتي، وموقعها الإلكتروني هو www.surgefilm.com.tr. وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل معرفة الحياة، مسلسل الهارب، مسلسل العيش عنادا، مسلسل موسم الكرز، مسلسل العشق مجددا، مسلسل العنبر، مسلسل دموع جنات، مسلسل العروس الجديدة، مسلسل لا تبكي يا أمي. في المركز الخامس شركة أفشار فيلم. تأسست الشركة سنة 1984 من طرف تشوكرو أفشار، ويقع مقرها في اسطنبول، أما موقعها الإلكتروني هو www.afsharfilm.com.tr. وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل فضيلة وبناتها، مسلسل الوردة السوداء، مسلسل قصر اليوم، مسلسل حب في مهب الريح، مسلسل ليلى، فيلم الأطفال أمانة لديك، فيلم اللطيفة والخطير، فيلم أنت بيتي، فيلم الطرف الآخر. في المركز الرابع شركة ميديا بيم. تأسست الشركة سنة 1993 من طرف فاتح أكسوي، ويقع مقرها في اسطنبول، تختص في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وموقعها الإلكتروني www.mediapim.com. وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل الحياة الحلوة، مسلسل الأطباء، مسلسل أسميتها فريحة، مسلسل حرب الورود، مسلسل أمي، مسلسل حكايتنا، مسلسل امرأة، مسلسل التفاح الحرام، مسلسل ابنتي، فيلم من أجل البطل، شراكة مع شركة القمر، فيلم حب واحد وحياتان، شراكة مع شركة القمر. في المركز الثالث شركة دي برودكشن. تأسست الشركة سنة 1992 من طرف إليف علي الدرماز، ومقرها إسطنبول تحت العنوان الآتي، وتختص في الإنتاج التلفزيوني، موقعها الإلكتروني هو www.deepproduction.com.tr. وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل قصر الحب، مسلسل على مر الزمان، مسلسل نور، مسلسل الدنيا الكاذبة، مسلسل ما وراء الشمس، مسلسل انتقام، مسلسل مسألة شرف، مسلسل الأسطورة، مسلسل حب أبيض وأسود. في المركز الثاني شركة تايمز. تأسست الشركة سنة 2006 وهي شراكة بين تيمور سافاشي وبوراك ياشار، حيث كانا من أشد المتنافسين في هذا المجال، وتختص الشركة بالإنتاجات التلفزيونية والسينمائية والصوتية، ومقرها في اسطنبول. وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل طائر النمنمة، مسلسل الصامتون، مسلسل حريم السلطان، مسلسل السلطانة كوسيم، مسلسل حتى الممات، مسلسل العهد، مسلسل كان يا ما كان في تشوكوروفا، مسلسل جولبيري. في المركز الأول شركة آي سوناريا بيم، شركة القمر. تأسست الشركة سنة 2005 من طرف كرام شاتاي، ويقع مقرها في بشكتاش باسطنبول، وتختص في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، موقعها الإلكتروني www.ayapim.tv. وهذه بعض إنتاجاتها: مسلسل الأوراق المتساقطة، مسلسل العشق الممنوع، مسلسل إيزيل، مسلسل ما ذنب فاطمة، مسلسل القبضاي، مسلسل مد وجزر، مسلسل حب أعمى، مسلسل في الداخل، مسلسل الحفرة، فيلم جنون العسل، فيلم من أجل البطل، فيلم حب واحد وحياتان. هذه كانت أقوى 15 شركة إنتاج تركية وبعض المعلومات عنها، إضافة لأبرز أعمالها. بهذا نلقاكم بخير في فيديو قادم. سلام.